السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض أداة اسمها Selection Inspector. الأداة بالشكل دوت، أي عناصر بتبدأ تعملها سيلكت بتظهر معايا هنا. يعني مثلا أول ما أعلم على العنصر دوت بيبدأ يظهر معايا هنا، ويبدأ طبعا في Selection 3 يبدأ يظهر. أقدر أقول له أنا عايز أشوف العنصر دوت، فيقدر يعمل عليه زوم، يعني لو عامل سيلكت على أي عمود أنا مش شايفه، ممكن مثلا عمود زي ده أنا مش شايفه هنا، أقول له أنا عايز أشوف العمود دوت، بيبدأ يجيب لي كل المعلومات الخاصة بيه. طيب لو أنا معلم على مجموعة من العناصر، اخترت الأداة ديت سيلكشن بوكس مثلا وعلمت على العناصر ديت، فيبدأ يجيبهم لي كلهم. أي واحد فيهم أقدر أروح ليه مباشرة، ده ممكن ألغيه من السيلكشن وتلاقي هنا كل الخصائص بتاعته. طيب ممكن أجي هنا أقول له كويك بروبرتي ديفينيشنز وأضيف حاجة تانية، مثلا هنا الأيتم مثلا، لا أنا عايزها مثلا الأي دي، عايز حاجة تانية الليفل مثلا، عايز اي خاصيه انت عايزها تبدا تخليه يظهر معاك. لو انت ضفت له مثلا التكلفه او الفلوس او كده يبدا يظهر معايا. اقول له مثلا ايتم مثلا، هقول له الفايل نيم مثلا او السورس فيلد او اليونت او التايب زي ما انا عايز، هقول له اوكي، فيبدا يظهر لي المعلومات بالشكل دوت. واقدر اعمل سيف للسلكشن بحيث اقدر ارجع في اي وقت اهوت، بحيث ممكن اختار دوت او اختار دوت، فاي حاجه بتختارها بتبدا تتغير هنا. ممكن مثلا اختار الدور دوت فيبدا يجيب لي كل المعلومات الخاصه بالدور، ممكن اختار الفلور الاستراكشر وهكذا. ممكن اختار اكتر من عنصر يبداوا يظهروا هنا بالشكل دوت، واقدر اصدر كل المعلومات دي على هيئة ملف إكسل.